المشكلة التانية يا باشمهندسين اللي بتظهر عندنا أول ما بنفتح الأوتوكاد أو أول ما نسطبه لأول مرة، إن مشكلة الخطوط العربي إن الأوتوكاد ما مش متعرف فيه أي نوع من أنواع الخطوط العربي. زي ما حضرتك شايف كده، دي كتابة كانت مكتوبة بالعربي فهي مش ظاهرة خالص عندك. طب المشكلة دي تتحل إزاي أو تتعالج إزاي؟ المشكلة دي عشان تتعالج أو عشان تتحل هتقفل الأوتوكاد خالص، تمام؟ وبعد ما حضرتك تقفل الاوتوكاد بتاخد الملف اللي هو بتاع الفونت، تبدا تروح تحطه هناك في الملف بتاع الاوتوكاد. طيب انا شايل الملف بتاع الفونت مثلا هنا، كان في سيشن 1 اهو، دي مجموعه من الخطوط فيها الخطوط العربي. حضرتك هتروح دايس عليها كنترول A وبعد كده كليك يمين، كنترول A وبعد كده كليك يمين وتاخدها كوبي، ونروح نحطها في المسار اللي احنا حافظين فيه الاوتوكاد. فعشان نجيب المسار ده نضغط على الايقونه بتاعت الاوتوكاد، كليك يمين وبعد كده نقول له اوبن فايل لوكيشن. من هنا هنلاقي فولدر كده اسمه فونت. كل حركه هتعمله ان انت تخش على الاوبشن اللي اسمه فولدر ده وتروح دايس كده ايه كنترول في، فيبدا يا باشمهندس زي ما انت شايف كده هيبدا يحط الفونت من هناك لهنا. بس ركز معايا بس عشان في حته مهمه، تمام؟ معظم الناس بتتلخبط فيها. ايوه بتيجي هي الحته دي، بتروح قايل له حضرتك ريبليس وبيجي لك ايقونه تانية، تروح دايس على العلامه دي وتقول له كونتين، يبقى هو يكمل ايه كونتينيو، يبقى يكمل لغايه الايه الاخر كده. مش مهندس هتنقل الملفات اللي هي بتاعت الفونت من هنا لهنا، وبكده لو جيت تفتح الاوتوكاد تاني في اي وقت هتلاقي ان كل الفونتس العربي اتعرفت عندك وبقى الموضوع سهل جدا ان شاء الله. ثواني بس كده تنقل وبعد كده نفتح الاوتوكاد تاني عشان نتاكد انها اشتغلت عشان ما يبقاش في مشكله ولا حاجه. هو كده خلاص اتنقل، جيت انا فتحت الاوتوكاد تاني اهو من الاول. اول ما فتحت الاوتوكاد قمت فاتح نفس اللوحه اللي انا كنت فاتحها قبل كده اهي، زي ما حضرتك شايف الخطوط العربي بدات تظهر، الخطوط اللي هي كانت ظاهره حاجات كده غريبه، ادي الخطوط العربي كلها ظهرت زي ما حضرتك شايف وما بقاش فيها اي مشكله، كل الخطوط العربي اتعرفت عند حضرتك. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله.